de mango. مساء الفل والياسمين والتمر حنة ولا بفلوفة في زمانها. يا ترى من مين؟ ما يكونش من حسن. مع تحيات التذكرة والكفتة. كفتة؟ كفتة ايه؟ انا مش فاهم حاجة. احسن خليك مش فاهم حاجة. يا نجمتنا الساطعه افندم، في واحد زبون كبير قوي قوي عايز يقدم تهانيه. قدمها انت بالنيابه. اقدمها ازاي؟ ده راجل مليونير. طب وايه يعني؟ انت مجنون؟ انتوا بتقولوا ايه؟ تقديم التهاني مهم جدا للمحل، ومهم جدا انك تفهم ان سكرها مش بتاعه قعاد مع زباين. ها؟ بسمع ما اقول لك بقى، انا في عملي ما احبش اقابل حد ولا حد يقابلني. لكن ده بيقول انه يعرفك بأمرت التذكره والكفته. كفته؟ اه. هو شرف. يا اهلا وسهلا، ده انا مستنياه على نار. قول له ان انا جايه له حالا. متشكر متشكر قوي. وايه الكفته وعلى النار وصلحه؟ ده انا اللي هصلحه وهصلح ابوه. انا مش فاهم حاجه ابدا. دي فرحت قوي بتشريف سعادتك، بس بتقلع هدوم الرقص وجاي حالا. متشكر. ايوه ايوه، بيقشروها على مهلهم زي الموزه. يا خلاص الليله الحنه يا جميل. تفتكر كده؟ امال الحنه يا الحنه. عزلك بقى. لا وحاف كده. متشكرين، احلى من الشرف مفيش. خفيف قوي يا دارس. اهلا اهلا، بعروسه النصارح. اتفضلي. التذكره ب36 ونص. سكره. نتحاسب. طب نتحاسب واحنا قاعدين. اتفضلي. التذكره ب36 ونص، والكفته ب72، يبقى 108 ونص. وبعدين بقى معاكي ناس واخده بالها. انا عايزاهم ياخدوا بالهم. 108 ونص وثلاث تعريفة بقشيش علشانك. مش خساره فيك. عايز حاجه تانية؟ الوصل. مش دفعت الفلوس؟ يبقى ناقص الوصل. يا راجل دور لك على دكتور سنان يغير لك طقم سنانك، دور لك على صبغه تداري بيها شبتك. سناني وشبتي وفلوسي كلها تحت امرك. فلوسك؟ انا اغنى منك بشرفي. اه ده عيبك، انا هشتريكي غالي بدل ما تحتاجي وتبيعي نفسك رخيص. بشر، انا بيع نفسي ببلاش باجره المأذون بس. دي مجنونه، ده رجب ده لقطه ما يتعوضش. طب وانا مالي؟ طب اقعدي نتفاهم. انا ما اقعدش مع ديب سحراوي زيك. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا بنت؟ اسمعي الكلام واقعدي. طب وانت مالك محموق كده ليه يا رسول الغرام؟ ما تطوليش لسانك احسن. بعدين بعدين ايه يعني؟ هتقطع عيشي زي بعضه؟ الله الغني عندي لقمه. انت بنت قليله الادب، تربيه شوارع، وانت راجل عديم التربيه. اخرسي، انت عارفه بتكلمي مين؟ هكلم مين يعني؟ راجل فلاتي عنكبوت بشري. امشي اطلعي بره. خارجه بكيفي بمزاجي بشرفي يا قليل الشرف. أنا وراكي والزمن طويل، لما جبتك زحفة على ركبك هات شمبانيا للبنات كلها
شمبانيا. بنشوف حاجات كتيرة كل يوم، منها حاجات بتلمس إحساسنا وحاجات تانية زي بيوتنا بتعبر عن اللي جوانا. إحنا في سدار بنقدر التفاصيل، كل ركن من كل أوضة له كيانه. قدم حيطانك أناقة مميزة من سدار، ألوان من الموسيقى، الطفولة والرقة. ورق حيطان سدار شايل حكايتكم بين تصاميمه المتنوعة. بيتك عمل فني، وسط الحيطان لوحة سدار بتروي قصصك. انت بقى رسمتك حتكون ايه؟ اللي هم فيه ده مش حاجة سهلة خالص، ده تأثير الصدمة بعد ما عرفوا أسعار الشقق في القطامية. نصيحة، لو مش عايزين تتصدموا زيهم روحوا قطامية جيت لأول مرة في القطامية. شقق واستوديوهات من 41 ل 173 متر وقسط على 7 سنين. قطامية جيت أول الطريق. من معمار المرشدي. دامسون شركة مساهمة مصرية وتكنولوجيا صناعة عالمية، عضو المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب. لو عايز أثاث دامسون هي الأساس. كاش بسعر المصنع أو بمقدم بسيط والباقي بالتقسيط حتى 36 شهر. تقدر تشتري غرف نوم دامسون، روعة التصميم وبراعة التنفيذ تجعلها الاختيار الأول للعروسين. وقسط شهري 300 جنيه. غرف نوم الشباب والأطفال بتحطم الأسعار. وقسط شهري 250 جنيه. غرف السفرة تصميمات عالمية تناسب المنازل العصرية. وقسط شهري 300 جنيه. بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة من الأنتريهات المصنعة من أجود الخامات والأخشاب الزان. لطلبات الجملة والتوزيع داخل وخارج مصر ولمعرفة عناوين الفروع في القاهرة والإسكندرية اتصلوا على 16155، علما بأنه ليس لدينا أي موقع أو حساب على الإنترنت. دامسون، الأساس في عالم الأثاث. بنشوف حاجات كتيرة كل يوم، منها حاجات بتلمس إحساسنا وحاجات تانية زي بيوتنا بتعبر عن اللي جوانا. إحنا في سدار بنقدر التفاصيل، كل ركن من كل أوضة له كيانه. قدم حيطانك أناقة مميزة من سدار، ألوان من الموسيقى، الطفولة والرقة. ورق حيطان سدار شايل حكايتكم بين تصاميمه المتنوعة. بيتك عمل فني، وسط الحيطان لوحة سدار بتروي قصصك. انت بقى رسمتك حتكون ايه؟ أكيد قابلت مدام سميحة موظفة الدور التالت اللي بتشتغل لبنتها خطبة، وبقى بينكم عشرة من كتر ما انت رايح جاي عليها تخلص تراخيص وتصاريح المصنع. مدام سميحة دي مش هتشوفها تاني. مع صدور القانون رقم 15 لسنة 2017 الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقى ليها الحق تصدر كل التراخيص والتصاريح في أسبوع مش أكتر ومن مكان واحد، والورق اللي كان بيخلص في سنين هيخلص في أسبوع. ولو مش مصدق تعال زور الهيئة العامة للتنمية الصناعية مصر على الطريق الصحيح. تصحيت يا موكوس، خش امسح المطبخ، الغسالة غرقت الدنيا. انت يا نيلة النيلة شيل الهدوم بقى بالغسالة، شغل بسرعة وخش على المواعين. ايه الغسالة؟ استنى بقى اما اشوف حد يصلح الغسالة وبعدين بقى اوديك للدكتور. مش اي حد بيعمل اي حاجة، يعني ينفع تودي ابنك لاي دكتور؟ ها؟ طمني يا دكتور. ده كلام يا مدام، تجيب عند دكتور خلوصي. تحفة، اتفرجي. على فكرة يا جماعة، مش أي حد يعمل أي حاجة. لو غسالتك باظت اتصلي بالسيارة لزانوسي 19-160 وخليكي في المضمون. ضمان صيانتك مع زانوسي. المسافر في العادة يتصفح أكثر من 6 مواقع على النت قبل ما يحجز أي فندق. فهمك في هذه 100%، تبغى تتأكد أنك حتلاقي فندق رهيب وبأحسن سعر، لكن المواقع مرة كتير، فكيف حتقدر تزورها كلها؟ المرة الجاية قبل ما تحجز جرب تريفاغو. تريفاغو يقارن لك في ثواني بين أسعار الفنادق في أكثر من 200 موقع مختلف عشان تلاقي الفندق اللي يناسبك وبأحسن سعر. المسألة بهذه السهولة. فندق تريفاغو.
البشرة الناعمة حلم كل بنت، وعشان بشرتك تبقى ناعمة زي الحرير محتاجة تستبدلي كل منتجات إزالة الشعر اللي عرفتيها قبل كده بشمع إزالة الشعر دي بي واكس من فيرست كوزماتكس. مع المجموعة المتكاملة لإزالة الشعر دي بي واكس هتحصلي على بشرة ناعمة من غير ألم ولأكثر من 3 أسابيع. دي بي واكس، نعمتك فيرست. فيرست كوزماتكس، جمالك فيرست. هدفنا في 57-357 طفولة بلا سرطان، وعشان نوصل للهدف ده مش بس بأحسن علاج وأحسن نسب شفاء، لا كمان بإننا نحمي ولادنا في مصر كلها من السرطان. قدمت 57 حملة توعية اسمها بيت بدون سرطان، كان هدفنا إن بيوتنا كلها في مصر تبقى خالية من السرطان. قدرنا نعمل أكتر من 45 إعلان تلفزيوني يوصل لجمهورية مصر العربية وكل البلاد العربية الشقيقة، وعملنا كمان زيارات لكل مدارس مصر والجامعات، مش بس في القاهرة والجيزة، لا ده في المحافظات تحت المنيا والأقصر. 57-357 بنقدم خدمة متميزة للمرضى، فعملنا لجنة تثقيف المرضى فيها دكاترة من كل التخصصات في المستشفى، هدفهم إيصال المعلومة الصح لأهالي المرضى وخاصة الأمهات عشان يكونوا شركاء في رحلة العلاج، ولأن شفاهم هو هدفنا بنستخدم كل الطرق عشان نقدر نوصل لهم، سواء كانت الإذاعة الداخلية أو قنوات التلفزيونية وفريق التوعية اللي دايماً في وسطهم عشان يوصل لهم أهم المعلومات وتوصل ولادهم للشفاء بإذن الله. على مدار 10 سنين معاكم حققنا إنجازات كتير وطورنا نفسنا أكتر، و 57-357 بتقول لكل اللي بنوا وكبروا وطوروا فيها كتر خيركم، وهتفضل 57 تكبر بيكم زي ما بدأت بيكم. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. انت كل حاجة ليا في الدنيا دي، انت بس اللي تهمني. Like an empty bottle takes the rain. وانت الامل اللي عايش علشانه والنور اللي بينور لي حياتي. انا حبيتك من اول يوم شفتك فيه، انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. احنا خلاص بين البحر. Like an empty sail takes the wind. أفلام الثنائيات السبت من كل أسبوع الساعة 8:30 مساء على كلاسيك. جواهر خالدة.